مأمول خلاص ثم نجاني الرحيم. كنت في سجن الخطايا عبد إبليس الرجيم. غير مأمول خلاص ثم نجاني الرحيم. واشتراني ذاك بالدم الكريم. واشتراني ذاك بالدم ديني. ذلك الفادي العظيم بل فداني بدماه من عذابات الجحيم. لم يفي بالمال ديني ذلك الفادي العظيم بل فداني بدماه من عذابات الجحيم. واشتراني ذاك بالدم واشتراني ذاك بالدم الكريم. ليس لي شيء هنا كل ما عندي لفات الخلق وهاب المنى. فأنا لست لذاتي ليس لي شيء هنا كل ما عندي لفات الخلق وهاب المنى. إذ فداني ذاك بالدم الكريم. إذ فداني ذاك بالدم الكريم. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح.